هنا في تقاطع شارع 204 مع شارع 223 على الطريق الداخلي المؤدي إلى جسر الجمرات، وقع التدافع وخلف وفاة أكثر من 717 حاجا. شايف نحن ماشيين ضد الجمرات، الناس اللي شال خد هنا زلت قفل، جاتنا سيارة هنا ده ونحن ماشيين، الناس جات ردة ما عرفنا نرجع ولا نعمل شنو، ما نعرف، في ناس تصرفت طلبة فوق، نحن وقفنا زي ده كده السيارة ما تحرك عشان الناس تروح، الناس ردت وقعت تحت، ما قدرنا تاني نمشي منها جاي ولا جاي، الناس طلعت بالناس طلعت فوق، الخيمات دي ترى شايفها كلها اتكسرت وكلها، لكن في سيارة وقفت هنا ده، يعني من مزدلفة ماشيين الجمرة الكبرى. الشارع بس فجأة كده انقفل، الناس جات راضة في بعضها وديلك جو ما يمشوا، الناس بقت ما تدري وين تمشي. بعض الحجاج الناجين رجعوا إلى مكان التدافع بحثا عن أغراض شخصية ضاعت منهم في الزحام، واستذكار ما حدث وسط مشاعر ممزوجة بين الفرحة بالنجاة والحزن الشديد لمفارقة حجاج قضوا في التدافع. احنا أول حاجة حسينا بيها إن الناس ماشية على السقف فوق الأوض عندنا أو فوق الخيام، وبتكسير وضرب وكده برضو مش فاهمين ايه اللي طلع كده، عقبال ما طلعنا نبص او نشوف كده ابتدت الناس تخش من الابواب اللي هي الجانبيه والباب الجانبي اللي هنا، بيخشوا في الممرات والناس بتقع، يعني داخلين خلصين دول اللي وقع، وفي ناس دخلت من المطاق من فوق على الخيام المطبخ وقعت على الجريلات الشوي ووقعت على البتاع وقفلت الكهرباء وعملت قفله، يعني الناس احتمال تكون ماتت اكتر من التزاحم بره، وجوه ابتدوا يخشوا خلصانين يعني كانوا خلصوا. كنا جايين من الجمرات الساعه تقريبا 7، كان تقاطع ما بين شارع 4 و 223، انا في اللحظه هذه كنا قاطعين من هنا وتقريبا واحد الالاف طالعين، وديك التدافع طاح تقريبا واحد 50 ممكن واحد ولا اثنين تبعوه 300 ولا 400. وصلنا لقينا الاموات جبال من التزاحم، باسكو كاين ناس جايين من مزدلفه وكاين ناس خرجوا من الجمرات، تلاقاو في الشارع هذايا صار زحام وكاع كانوا بانيكيين وخايفين، كي طاحوا الاولانيين ولاو جماعه فوق جماعه، اللي فوق الطبقه الفوقانيه الطبقه الرابعه تاع الناس ولا الخامسه هذوك بقاو حيين دي بليسي، اما اللي كانوا في الاسفل اموات. وأكدت شهادات عدة أن حركة آلاف الحجيج كانت بطيئة ثم توقفت فجأة وبدأ التدافع. عادت الحياة إلى شارع 204 تقاطع شارع 223 بعد يوم حزين مات فيه 717 حاج. من طريق جسر الجمرات، رمضان بالعمري، العربية.